وإجا الصيف وجاب معه الشو والسهر والسباحة والرحلات والنشاطات. طبعاً هذه بلدان تانية مو عنا، يعني مو بسوريا ومو لهدول البشر يلي هون. عند السوريين في شو وفي سهر وفي سباحة وفي رحلات، بس من نوع تاني. بالشو ما فيهم يبردوا حالهم لما يحسوا فيه، لأن ما في كهرباء ولا في مراوح ولا في مكيفات. وسهر كمان عندهم، بس على صوت القصف والرعب والخوف من الموت. سباحة كمان في، بس سباحة بمحيطات وبحار، وهن هربانين من الموت والذل وعم بيدوروا على حياة كريمة. ولك ايش بيقطع القلب، انا هلا بالمخزن جنب رفقاتي. هذا مخزن مسدس عادي، مرتكين على بعض ومخنوقين كتير من الشوب، ولا واحدة منا فيها حابة تحكي مع التانية. بس أنا ما فيي ما أحكي أو إني أسمع أو أستفسر. سألتهم لرفقاتي شو لازم نعمل هلأ لحتى ما حدا يستخدمنا. ضليت عم بستنى الجواب بس ما حدا رد. رجعت سكتت وكمان بلشت فكر إنه شو في خطة لازم أعملها مشان ما نقتل حدا بريء. فكر وفكر وفكر. آخر شي اجتني هاي الفكرة يلي اتفقت مع رفقاتي عليها وحمستهم، لأن هن مثلي كمان لا بدهم يموتوا ولا بدهم يموتوا حدا معهم لما ينفجروا. القصة يلي خطرت لي هي إني أطلب من الفشكات إنه يصير عندهم استعصاء. لا تفهموني غلط، هذا استعصاء بالسلاح مو استعصاء تبع البشر. فهون نحن بلشنا نتحرك ونحشر حالنا بلزق بعض لحتى ولا واحدة فينا تنطلق من هالسلاح. وشي خلصنا من هاي العملية، اجانا يلي بده يستخدمنا وحمل المسدس. بس حمل السلاح نحن كلنا خفنا. صرت اسمع الفشكات وهنن عم بيقولوا كل وحدة شكل. شي بتقول انه يا رب يمشي حال يلي عملناه، ووحدة تانية بتقول انه ما رح يمشي الحال ومتشائمة، وشي بتقول هلأ منشوف شو بده يصير. وانا قلت له نسكتوا، خلينا بس نسمع شو عم بيفكر. وهون الكل سكت، هو قاعد ماسك المسدس وعم بيتأمل فيه وعم بيقول بينه وبين حاله انه وين كنا وين صرنا. لك معقول وصلت معنا لأنه نحمل سلاح بوش بعض؟ نحمل سلاح لحتى نقتل بعض؟ وتنهد. سمعته كمان عم بيفكر ويتمتم ويهز راسه ومتضايق. كان عم بيقول يا رب نخلص من كل شي بشع، ونخلص من القتل والدمار والدم والحقد والخوف. أنا هون حسيت إنه بده ياخذ المسدس ونحن فيه ويلحشوا على الكنباية. لك إيه معلش خليه يلحشوا ولا يقتل حدا، هذا الشخص حدا طيب ونحن أساساً صرنا معه أكتر من شهر. يعني لو ما كان إنسان طيب فعلياً من جوا كان استخدمنا من زمان.
أكيد ما كان ضلينا معه لهلا، بس إذا كان طيب كمان ليش حملنا؟ معقول يحمي نفسه؟ وبعد ما شالنا وتأمل المسدس، طب المسدس بالدرج وسكر الدرج وقفله. أنا هون ارتحت وكل الفشكات يلي معي ارتاحوا كمان، بس أنا ضليت عم فكر فيه، عم فكر بالناس، برفقاتي، بحالي، وما بعرف لوين بدها تاخدني هاي الأفكار، وما بعرف شو نهايتي، وما بعرف شو نهاية هالحرب، بس أهم شي هالمرة إنها عدت على خير. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2015. عم تسمع راديو سوريالي.